السباحه درع على السباحه. ايوه شكرا يا ريس. سلام عشان الصوره اللي قلت يا سلام يا عبان بس الدرع عبان الدرع عبان عم يصيد. ايوه زي ما احنا كده. ايوه خليك معاهم بس انزل شويه كده. ايوه كده كابتن بشار كنت ليهم معانا معلش. ايوه معاك. ايوه يا ريس الله ونعم اللي منورنا يا ريس. ونجم العالم السياسي ونائب دائرة النزهة بإذن الله وعضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية اللي بيرأسه الفريق أحمد شفيع. النهاردة احنا بنحتفل بتكريم أمهات شهداء العباسية. ويمكن الأستاذة المذيعة قالت إن البطولات اللي اتحققت على أرض العباسية تكاد تكون تخلي العباسية زي بورسعيد. ده اجمل تعبير انا سمعته. بالفعل شباب العباسية هم اللي تصدوا للتيار الارهابي اللي حاول انه يفرض افكاره الضالة والمتخلفة على المجتمع المصري، ولما فشل انه ينشر الافكار دي عن طريق الأيديولوجية والسياسة والصحافة والإعلام ما لقاش وسيلة غير العنف. لكن اتفاجئ بشباب العباسية وهم بيدافعوا عن مبنى وزارة الدفاع وسقط من هؤلاء الشباب أبنائنا في العباسية اللي احنا النهاردة بنحتفل وبنتشرف بتكريم أمهاتهم. كما يشرفني اليوم ان انا اكرم امهات الويلي شيخات الويلي المختلفه. انا عايز اقول لكم ان احنا قلنا هنكرم ام مثاليه على مستوى الويلي، وطلبنا ان احنا نبص في الحاله بتاعت كل ام، واتفاجئت باختيار احد الامهات، وبعد ساعة جالي تقرير تاني. فلما قريته قلت لا ما ينفعش هيبقوا اتنين. بعد ساعة جالي عشرة،
ما عرفتش افاضل بينهم فبقوا 12. وبعد كده الميزانيه قالوا لي هتخرم، قلت لهم خلاص بلاش نعمل بوابات، نعمل البنرات بحبال، وهاتوا حق البوابات الخشب نجيب بيها هدايا ونخلي عدد الامهات 20. فبدا يجي الاعداد اكتر من كده، بقوا 50، فبقيت اقرا ومش عارف افاضل. فقلت لهم طب خلاص بلاش نعمل بنرات، هاتوا حق البنرات واحنا نبقى نعمل ورق على الكمبيوتر ونمسكه بايدينا. فجاء العدد وصل 100. فقلت لهم طيب ما فضلوا ما عرفناش برضو نختار حد لكل حاله، ما تقدرش انك انت تقول الحاله دي تستحق عن الحاله دي. اتفاجئنا بعد 3 ايام ان العدد وصل ل 200 ام. فقلت لهم خلاص بقى مش هنعمل لا بوابات ولا بنرات، واحنا هنقف نخبط على الناس في البيوت ونقول لهم تعالوا احضروا الحفله معانا. وده اللي حصل، وقلنا هنكرم 200 ام النهارده. مش عايز اطول عليكم، انا النهارده سعيد بيكم وبتمنى ان اليوم يبقى يعني يسيب لمسه عندكم طيبه، وبالناس اللي وقفت وما لهاش مكان بعتذر لها، وبشكر كل الحضور، وبتمنى ان انا اكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. وهستأذنكم هسيب الميكروفون لسيادة اللواء محمد أيمن عبد التواب. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله نبي زكى الله عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى جليسه فقال علمه شديد القوى، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. سعدت ببعثة أحمد الأزمان، وتعطرت بعبيره الأكوان، والشرك أنذر بالنهاية عندما جاء البشير وأشرق الإيمان. أما بعد، فيا معاشر السادة الأعزاء، يقول الحق جل وعلا وهو أصدق القائلين: لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. لماذا قدم الله الإناث على الذكور؟ ولماذا جاءت الإناث بالتنكير
ولم تأتي بألف ولام كما في قوله تعالى ويهب لمن يشاء الذكور، ليعطيك إشارة أنها خلق من خلق الله، فهي عظيمة الشأن، وجاءت بالإنكار بالتنكير، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، لأن الأمة هي مدرسة كبيرة تأتي بالعالم وتأتي بالمحامي وتأتي بالطبيب وتأتي بالأمير. ولذلك الله تبارك وتعالى شبه الأم الصالحة والكلام الطيب بشجرة طيبة كلها منافع، فالأم كلها منافع لا ضرر فيها. لذلك عندما جاء رجل إلى سيد الخلق وقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وعندما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أقوم بخدمة أمي وهي عجوز عمياء، أحضر لها الطعام وأكنس لها الحجرة فأقوم بخدمتها من كل الجوانب، فهل أكون يا رسول الله قد وفيت حقها؟ قال له الحبيب المصطفى لا ولا طلقة ساعة الولادة. قال ولما يا رسول الله؟ قال لأنها قامت على خدمتك وأنت صغير وكانت تتمنى لك البقاء، وأنت تقوم بخدمتها وهي كبيرة وتتمنى لها الفناء، وشتان بين الفناء والبقاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين فيقول لا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، نظرة الولد لوالديه تعدل حجة. قالوا يا رسول الله وإن نظر إليهما في اليوم 100 مرة؟ فقال الحبيب المصطفى الله أطيب وأكبر. انظروا إلى الأم كلها عطاء، والله يقول ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. تأمل في هذه الآية جيدا. الكلمة الطيبة عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين أصحابه وقال إن من الشجر شجرة كلها منافع لا ضرر فيها، لا يسقط ورقها لا صيفا ولا شتاء ولا ربيعا ولا خريفا، فخبروني ما هي. فلم يجب أحد من الصحابة على سؤال النبي، فتولى الإجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنها النخلة. النخلة كلها منافع كالأم، كلها عطاء، فجذعها نصنع منه سقوف البيوت، وجريدها نصنع منه الأقفاص، وخوصها نصنع منه المكاتل،
ولوفها نستعمله في الاستحمام والطهارة، وبلحها نأكله، والنوات التي بداخل البلحة نعلب به أنعامنا، فهذه كلها منافع، والأم كلها منافع. والله جل وعلا قرن الوحدانية بالأم والأب، فقال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، واستغفروه يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفل جميل جدا من السيد مستشار طه حنفي، تكريما للأم المصرية في عيدها اللي احنا كلنا بنقول لها كمصريين شكرا جزيلا على اللي عملتيه معانا، سواء في زيادة الوعي عند الناس والمساعدة في الخلاص من هذا التيار الإرهابي اللي كان محتل للدولة المصرية، سواء فيما هو قادم من معركة بناء. احنا بنوجه رسالة لأمهاتنا، لأمهات الصغيرين، مستقبل مصر في ايديكم، مستقبل مصر هو الطفل اللي انتوا بتربوه ده، لو ربيتوه على خير وعلى حب الوطن وعلى الاخلاق والاخلاص والعمل هتبقى مصر كبيرة. انتوا اللي في ايديكم نجاح المرحلة اللي احنا فيها، وانتوا في ايديكم كل شيء. طالما المرأة المصرية كانت هي صمام الامان، وستظل صمام الامان، وستظل هي اللي بتبني مستقبل في مصر وكل الدول. تحية للأم المصرية العظيمة في عيدها، وتحية أكبر لأمهات الشهداء اللي ما قدموش بس أبطال وناس صالحين، بالعكس دول قدموا شهداء فداء لهذا الوطن. تحية من القلب ليهم، وتحية للمستشار طه صديقي العزيز جدا على الاهتمام بأمهات ضحايا أحداث العباسية وتكريمهم في هذا اليوم. الحركة الوطنية مثله مثل أي حزب، هو عبارة عن مجموعة من النواب الأقوياء. أي حزب يريد أن يكون له دور في البرلمان القادم أو في صناعة المستقبل لابد يكون له مجموعة قوية من النواب قادرة على المنافسة في جو ديمقراطي نتمناه، وإن شاء الله حزب الحركة الوطنية هيكون له دور كبير في البرلمان القادم. سيد حنفي منسق مبادرة العباسية تحيا مصر لتكريم أمهات شهداء العباسية وتكريم الأمهات المثليات بحي بمنطقة الويلي العباسية ومنشية الصدر كبر القبة والزعفران. النهاردة المبادرة والاحتفالية دي تحت اسم أمهات ضد الإرهاب. أمهات ضد الإرهاب. والنهاردة موجود معانا أربع أمهات من أمهات الشهداء العباسية اللي هم تصدوا للتيار المتطرف اثناء اعتدائه على او محاوله اعتدائه على مبنى وزاره الدفاع في العباسيه، وكان سقط عده شهداء تذكرهم بالاسم، قطه الحاتي ده اسم الشهره بتاعه، اسمه حي رافض، ومصطفى اسماعيل، ومصطفى اخر، ورضا، وامهاتهم موجوده معانا النهارده، واحنا يعني بنلتمس ان احنا نكون قدرنا ندخل عليهم البهجه وسعاده وسرور، وان احنا بنخفف عنهم وبنقول لهم ان انتم يعني ابنائكم في الجنه، وان احنا بنفتخر النهارده وبنتشرف ان احنا بنكرمها. النهارده الام المصريه بقت هي ام شهيد وام المواطن الناجح والشاب اللي بنامل ان هو يكون وقود المعركه الفتره الجايه ومعركه التقدم، وبنتمنى ان يعني كل من له ام على قيد الحياه انه يحمد ربنا وان هو يبرها ويشكرها ويحافظ عليها، ونقول له دي نعمه. انا حسين وحيد حسين. والله النهارده تحت قياده المستشار طه سيد حنفي من حزب الحركه الوطنيه عاملين هذا الاحتفال لأمهات الويلي. سيادة المستشار بيكرمهم، عامل حفل بسيط جدا، وموجود معانا هنا الفنانة سوزي، وكان موجود معانا اللي هو محمد أيمن عبد الوهاب نائب المحافظ. أحب أوجه رسالة لكل الأمهات، أقول لها كل سنة وانت طيبة، وكل سنة طيبة يا أمي، ويا رب دايما نفضل
في خدمتكم وتحت أمركم دايما. احنا عاملين كل الاستعدادات للانتخابات، بس فترة التأجيل دي يعني عطلتنا كتير الفترة دي، والاحتفال بتاع عيد الأم كان وقت مناسب، يعني كانت فرصة تانية غير الانتخابات ان احنا اتأجلت شوية يعني. بس الانتخابات الجاية ان شاء الله احنا كل فترة بنزيد اصرار ان احنا نازلين نخدم الدائرة دي، والنظام القديم فات خلاص. ان شاء الله في تجديد وايل جديد بدم جديد. احمد حسام احد اعضاء حزب الحركة الوطنية المصرية، طبعا مستشار طه سيد حنان. السيدة صباح عبد الله خالد خالد تفضل. طبعا احنا بنشكر كل الناس اللي حضرت، وفي نفس الوقت برضو بنحاول ان احنا نوصل جزء صغير جدا للام ايا كانت ايه هي، بس ده يا دوبك ده جزء صغير جدا عشان نقدر نوصل برسالتنا للناس كلها. والحمد لله الحمد لله قدرنا ان احنا ننظم بطريقه كويسه وممتازه، وزي ما حضرتك شايف. طبعا ربنا يصبرها، ومفيش طبعا اي حد يقدر يجيب حق ده، بس احنا بس بنحاول ان احنا نطيب قلبها، وفي نفس الوقت برضو بنحاول ان احنا نوصل رسالة، وفي نفس الوقت برضو يعني ربنا يصبرها، فعلا ربنا يصبرها. السيدة جبرية اسماعيل تفضل. طبعا متفائل بيها. ان شاء الله باذن الله ده شيء متوقع جدا، وكان طبعا متفائل بيه جدا. وطبعا مستشار طه سيد حنفي بصراحه يعني هو بيمثل الشباب وبيمثل الدايره وبيمثل الموضوع كله، يعني بمعنى اصح هو اكتر حد احنا ممكن نقدر نخدمه بدمنا بقلبنا باي حاجه، عشان هو ده فعلا بيمثل الشباب وبياخد راينا.